L'exercice de Lehmann, ABC, un triangle, était un point de BC n'appartenant à BC. D'accord? Et soit M, un point défini par AM égale à 2 sur 3 AD. P est le projeté de D sur AC parallèlement à MC et Q est le projeté de D sur AP parallèlement à MP. Alors, n'est-ce pas la première question? On a montré où? بعد المشي سويت، ولكن أول حاجة غادي نحاولوا نفهموا لي نونسي ديال التمرين. عندي أ بي سي تريونغل، ما قالوش ليا لا ناتور ديال هاد تريونغل. عندي أ بي سي اي دي ان بوان دو بي سي مي نابارتيان با أ بي سي، يعني هذاك لو بوان دي ما كاينش، هو يعني ابارتيان زعما هاد لو بوان كاين في بي سي كامل، يعني في المستقيم في لا دغوات، ولكن ما كاينش في هذيك القطعه بالضبط، يعني كاين على برا. وعندنا ام ان بوان ديفيني بار ا ام ايتيغال 2 سور 3 ا دي. الوغ عندي ا ام و ا دي، يعني غنحاول نرسم واحد لو بوان دي باغ اكزومبل هنا، يعني كاين حتى هو في كينتمي للبي سي خارج عليه، وغادي ندير نرسم AD ni AD. Voilà. On dit bien là. 2 sur 3 AD, il y a AM. Donc M, il y a P est le projeté de D sur AC parallèlement à MC. D'accord? On a autre. Maintenant, P, le projet de D sur AC. AC Kamel. D'accord? Alors, parallèlement à MC. Nous avons MC, nous avons compris le cas. Alors, le parallèle de l'eau, tac, régis, nous avons P. D'accord? Et Q. Q le projeté de D sur AB. On va faire parallèlement, projeté de D sur AB parallèlement à MB. On va faire MB. Parallèle. Q le projeté de D. Yani D. On va faire parallèlement à l'autre. Sur AB. Idem, هذه هي Q. Voilà. On va faire un peu le qui va se dérouler. C'est le chèque qui va se dérouler. D'abord, on va montrer l'équation de l'eau. Il y a AC qui est saoui juge à la tlata AB. Nous allons faire un peu de AM qui est saoui juge à la tlata AD. D'accord? عندي MC parallèle MC parallèle à DP ou là triangle DB et c'est du genre DBP, d'accord. Ou عندي MB parallèle à DQ, يعني هادو غادي يفيدونا بزاف. Alors, bien, nous avons AC. AC fin jet, nous avons AC. D'accord? Bien, nous avons bien que nous avons juge à la tlata AP. D'accord? Alors, dis moi si vous avez vu le cas, si vous avez vu des points qui sont bien, ou 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 bien, غير هو خصنا باش نديرو تيوريم دو باليس طاليس عفوا يكون عندنا تريونغل ويكون عندنا دو دووات كي سون باراليل. الوغ دابا غادي نقلبو على تريونغل اللي غادي يقدر ينفعنا وعلى لي دووات اللي هما باراليل. عندي ا سي بي هما لي انايا انتريسي بيهم. الوغ الا لاحظت فعندي سي ام ولا ام سي باراليل على هذا. اذا شنو غادي نحاول ناخذ لو تريونغل، نخدم بلو تريونغل A D P. A D P وفي هاد لو تريونغل عندي M C باراليل A
دي بي. دونك عندي الشرط الاول عندي واحد التريونغل وفيه واحد لي دو دو دووات لي هما باراليل. دونك نقدر ناخد هذوك النسب اللي كيكونوا متساويين. اذا ا سي على ا بي غتكون كتساوي ا ام على ا دي وغتساوي ام سي على دي بي. داكوغ هادي تيوريم دو تاليس. هنا غادي نشوفو انا شكون هما القيم اللي عندي. انا الا مشيت وشفنا لينونسي عندي ا ام كتساوي 2 على 3 ا دي، يعني هذه هي اللي عندي انايا ما اللي تقدرش تنفعني، هذا هو القياس الوحيد اللي عندي. اذا عندي ا ام و دي، هادو هما الجوج اللي عندي بيناتهم علاقه. اما هاد ام سي و دي بي ما عندي عليهم حتى علاقه، يعني ما نخدمش بهم، غنخدم بهاد لا بارتي هادي. اذا ندير ا سي على ا بي كتساوي ا ام على ا دي اللي كتعطيني ان ا سي غتساوي لي ا ام على ا دي مضروبه في ا بي. داكوغ. وشنو هي ا ام؟ ا ام على حساب لانونسي هي جوج على ثلاثة ا دي على ا دي مضروبه في ا بي. دونك هادي غتمشي لي مع هادي غتختزل وغتبقى جوج على ثلاثة ا بي. فوالا داكشي اللي بغاوني نبين، ولكن بغاوني نبينهم سو فورم دو فيكتور. باش نردهم فيكتور غادي نشوف بعدا لو سونس ديال لي دو. باش لا كان لو سونس انفيرس غيكون عندي واحد لو موان زايد، ما كانش عندي سونس انفيرس غادي يكون عندي بحال بحال. غنشوف ا سي فين غادا، ا سي جاي بحال هكا و ا بي بحال هكا، يعني ا سي اي ا بي اون لو ميم سونس. دونك غنقدر ديك الساعات يكون عندي الحق انني ندير سو فورم دو فيكتور بلا مشكل جوج على ثلاثة ا بي. داكوغ. اي فوالا لا بارتي الاولى من لا كيسيون. وغادي نزيد هذاك، هذا غيولي عندي حتى هو معطيات اللي هو ا سي كتساوي جوج على ثلاثة ا بي. فوالا دوز لا بارتي الثانية. بغاوني نبين ان ا بي كتساوي جوج على ثلاثة ا كيو. داكوغ. الوغ غنشوف فين جات ا بي، ها هي ا بي، وفين هي ا كيو، ها هي ا كيو. دونك قلنا الا كان عندنا بحال هكا جوج تاع النسب اللي كيكون بيناتهم شي علاقه، فديما التخريجه لينا في هذا الدرس هذا كيكون هو تيوغيم دو تاليس. اذا عندي ا بي وعندي ا كيو، اشنو عندنا؟ يعني غادي نحاولوا تاني نقلبوا على دي دغوات اللي هما باراليل واللي يقدروا يفيدونا، ونقلبوا على واحد تريونغل اللي غادي قلنا يقدر يفيدنا. عندي ا بي وعندي ا كيو. الوغ عندي شنو هنايا؟ ام بي، عندي هذا باراليل على هذا ام بي، نحاول نبين شويه. عندي ام بي باراليل على دي كيو، ها هي هنايا درناها على حساب قبيله، يعني في هاد لي لونس كيف درنا تا رسمنا هاد الشكل هذا. اشنو بغينا نبينو؟ ا بي على ا كيو. اشنو عندنا؟ عندنا ا ام شحال كتساوي، وعندنا عندها علاقه مع ا دي. داكوغ. عندي ا ام عندي ا دي، اذا غناخذ لو تريونغل، لو تريونغل ا دي كيو. اشنو عندي فيه؟ عندي فيه ام بي باراليل ا دي كيو. داكوغ. اذا غادي نقول بلي ا بي على ا كيو كتساوي ا ام على ا دي، واللي كتساوي نيت ام بي على دي كيو. ولكن هادو ما عنديش شي معلومات عليهم، دونك غنكتفي بهاد لابارتي هادي. اذا شنو غيعطيني ا بي كتساوي؟ ا بي كتساوي ا ام على ا دي مضروبه في ا كيو. اشنو كتساوي ا ام حسب لي لونسي؟ جوج على ثلاثة ا دي. فقط واحد المعلومه، فردوا البال انني هنا ما كنكتبش لي فيكتور، كنكتب المسافات. ولكن واخا كنكتبوا المسافات راه كنحتارموا هاد يعني الترتيب ديال هادو، يعني فاش كنقول ا بي ا كيو ما غنقول لكمش ا بي على كيو بي او لا على كيو ا، ما غاديش نبدلهم، لا كنمشي بنفس لو سونس باش كنكتب.
دونك ام على ا دي يعني واخا ما كنكتبش فيكتور ولكن كنحترم لو سونس لانه ضروري. هنا غادي نرجع هنا 2 سور 3 ا دي على ا دي مزيان غتمشي ليا هادي مع هادي نضربها في ا كيو. اذا غتبقى ليا ا بي كتساوي 2 سور 3 ا كيو هادشي اللي بغينا نعرفو. عندي ا بي و ا كيو ا بي و ا كيو اون لو ميم سونس دونك ما عندي حتى موا غنقدر ندير لو فيكتور ديالي بدون حتى مشكل. اي فوالا غناخد هاد التوكم معطى هنايا ندوزو ل كيسيون 2. On déduire que PQ est parallèle à BC. PQ parallèle à BC. Alors, qu'est-ce que vous avez dit que vous avez la projection sur le plan, il faut que vous avez la théorème de Thalys. Il y a des choses que vous avez dit, la théorème de Thalys, ou des fois, quand vous avez dit la méthode de Schall, يعني اننا كندخلو بوان باش نخرجو راسنا بعض المرات داكوغ. الوغ بغينا نبينو بلي بي كو داكوغ باراليل ا بي سي. الوغ عندنا تيوغام دو تاليس عندها جوج ديال لي سونس، يا اما كناخد تريونغل تريونغل بلوس عندو دو دغوات اللي هما باراليل دوات باراليل اي كنخرج النسب ديالي وكنحسبهم. يعني هذه كتعطيني الحق انني نقول بلي هاد النسب مثلا على كتساوي هذه. هذه لو سونس الاول. لو سونس الثاني هو يعني ليوتيليزاسيون انفيرس ديال او لا ريسيبروك دو تاليس. اشنو كنقول؟ كنمشي نحسب النسب ديال شي مثلات الا شفتهم بلي متساويين، دونك راه هذاك تريونغل هذوك لي دغوات اللي كاينين في هذاك تريونغل راه هما باراليل داكوغ. دابا هادشي اللي غندير انا ما عنديش ما قالوش ما لقيتش ما دي يعني ما غنمشيش بداك لو سونس ديال ان حتى يكونوا عندي لي دغوات سون باراليل عاد غادي نقول، ولكن لا انا بغيت نبينو بلي باراليل. يعني عندي بي كو وعندي بي سي. اذا عاوتاني غناخد تريونغل اللي غنبينو لو تريونغل عندي A Q P. هذا A Q P فوالا باش يبان لكم او بي سي. بغيت نبين بلي هاد لي دو دغوات اي سون باراليل. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحسب القيم الاولانيين. اول حاجه غادي نحسب A C سور A P. ثاني حاجه غنحسب A B سور A Q وغادي نشوف شحال غتعطي. و الى ما لا بغيتو تعاودوا ان بي سي حتى هي على بي كو، ولكن ما غاديش نلقاو كيفاش نديرو. يعني فجوج ديال الشروط فهما كافيين. اذا غادي الا خدمت غير جوج النسب لقيتهم متساويين راه كتعطيني بلي نقدر نخدم بالتيغوم ريسيبروك دو تاليس. اذا ا سي و ا بي اشنو كتساوي؟ عندي علاقه بين ا سي و ا بي على حسب السؤال الاول. عندي ا سي كتساوي 2 على 3 ا بي ا بي على ا بي. اذا غنمشي ا بي مع ا بي غتبقى ليا 2 على 3. والنسبه الثانيه عندي ا بي و ا كيو عندي في قبل غادي نستعملهم. عندي ا بي كتساوي 2 على 3 ا كيو على ا كيو غتمشي وغتبقى ليا 2 على 3. اذا هاد النسب متساويه. دونك دابري le théorème réciproque de Thalys, PQ parallèle à BC. D'accord ? حاولوا غير تفهموا ديما الشكل وتحاولوا تخرجوا منه. ديما غتبقاو تشوفوا واحد التريونغل اللي غيخرج لكم. هذا ليكزيرسيس فيه دو الابليكاسيون ديال تاليس المباشره والغير المباشره.
نتمنى يفيدكم وتفهموا مزيان ومن بعد ندوزو ليكزارسيس اللي موراه.